المسلسل صعب يعني، بتهيألي عليكم كلكم مش بس على طه، المسلسل مش سهل. حسن، المسلسل ده كان صعب ولا سهل بالنسبة لك؟ في الواقع في الواقع ايوه ظبط. ايوه قول لنا بقى، لابس في بقى هنا شراشيب في الجاكيت وفي خلي بالك الجاكيت ده بتاع جوز خالتي الله يرحمه العظيم حسام الدين مصطفى. اه يا سلام. لا 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 فيرو وشراب في مصيادة درس. لا ورينا في حاجات، ورينا كده شايف. انا بتفائل بيه قوي الجاكيت ده، تروف لي عيني والله. يا خوف. لا المسلسل ده انا حبيته قوي، من المسلسلات يعني القريبه لقلبي جدا. انا بحب الادوار اللي بتبقى ليها طعم كده ولون واضحة قوي وليها طريقة مفهومة أعرف أشتغل عليها. يعني عز ده واحد رخي رخم، فعندي بريء، عندي حاجة أشتغل عليها. فلا أنا بالنسبة لي بصراحة دي الطريقة اللي بعرف أشتغل بيها، كان سهل. بس كان سهل ليه؟ وانت رخم اصلا يا ابني، انت مش رخم اصلا، انت شخص لطيف. لا بس في حاجه اعملها يعني. في ادوار ما بيبقاش مفهوم ده ايه شخصيته ايه، لكن ده معروف شخصيته ايه، فاقدر اشتغل عليه، اقدر اجيب الافيه اللي لايق عليه. فبالنسبه لي بصراحه كان سهل. بس المسلسل عامه صعب طبعا جدا، لان هو بيناقش قضيه ما نقدرش ما نعملهاش صح. يعني وانا واحد مثلا بمثل جزء من الناس اللي مش فاهمه يعني ايه موضوع التوحد مثلا، فلازم ابقى فعلا مش فاهم موضوع التوحد ده واتعامل معاه على كده، ونحاول نوصل للناس ان اللي مش فاهم موضوع التوحد ده خطر وغلط، لان ده شيء موجود في المجتمع. وزي ما حضرتك قلتي، هي قدرات، هو ممكن قدراته اعلى اصلا مننا. وهو ده الميزه كانت في المسلسل ده، انه مش مديلك احساس الشفقه، لانه لا في خط رفيع قوي بين احساس الكومباشن او التعاطف مع الكاركتر او مع الشخصيه، وان انت يصعب عليك. بالظبط بصراحه. وشكرا للكتابه وشكرا لكم ان انتوا قدرتوا ما تعدوش الخط الرفيع ده، فما يبقاش عندنا احساس الشفقه عليه. بالعكس، احنا عايزين ندعمه ونساعده، بس مش صعبان عليه. او نسرقه، نسرق افكاره او نسرق افكاره. واه.